السلام عليكم، أهلا بكم في قناة قضايا وأعلام. موضوع حلقة اليوم إخواني سيكون حول الحدود التاريخية للجزائر من الجهة الغربية، وبالضبط حدودنا مع المملكة المغربية. لماذا الكلام في هذا الموضوع بالذات؟ أولا لأن الجزائر ليس لها مشاكل حدودية مع أي دولة من دول الجوار عدا المملكة المغربية، أي مع دولة واحدة فقط من 6 أو 7 دول واقعة على حدودها، عكس المملكة التي لها مشاكل حدودية مع كل جيرانها عدا إسبانيا طبعا، التي ما تزال تحتل مدينتي سبتة وليلية منذ أزيد من 5 قرون. هذا السبب الأول. والسبب الثاني الذي يجعلني أتكلم في موضوع حدود الجزائر مع المملكة هو أن أبواق المخزن في كل مرة يثيرون هذه المسألة، وفي كل مرة يخرجون علينا بخرائطهم الملونة التي يدعون فيها أن الحدود التاريخية أو الحدود الحقة لمملكتهم كما يسمونها في دستورهم ليست كما هي مرسومة الآن بين البلدين، وأن فرنسا حسب زعمهم انتقصت من أرض المملكة وأعطت للجزائر، ظنا منها أنها ستبقى في الجزائر إلى الأبد. فأمام هذه المغالطات التي يلهون بها مواطنيهم والتي يمكن أن تثير بعض الشك في الناس خاصة الذين ليس لهم اطلاع وليس لهم دراية بالموضوع، قلت أمام هذه المغالطات وجب الرد ووضع النقاط على الحروف. بداية ينبغي التذكير ببعض النقاط. النقطة الأولى هي أن الحدود بين الجارتين الجزائر ومراكش مرسومة ومحددة عبر معاهدات واتفاقيات عديدة عقدتها المملكة مع فرنسا أولا ثم مع الجزائر المستقلة. فمع فرنسا هناك معاهدة لالمغنية سنة 1845، والتي نصت على رسم الحدود الشمالية بين الجزائر ومراكش من ساحل البحر إلى ثنية الساسي. ثم جاءت اتفاقية 1901 واتفاقية 1902 التي رسمت الحدود بينهما فيما تبقى حتى أقصى نقطة في الجنوب. وهنا نذكر بأن الطرف الذي مثل الجزائر في هذه الاتفاقيات هو فرنسا التي كانت طبعا تحتل الجزائر، في حين كانت مملكة مراكش أنذاك لم تتعرض بعد للاحتلال. ثم بعد استعادة الجزائر لاستقلالها وبعد وقوع ما يعرف بحرب الرمال في 1963 جرت مفاوضات بين سلطات البلدين انتهت إلى توقيع معاهدة الحدود في 15 يونيو 1972. هذه المعاهدة وقعها من جانب الجزائر الرئيس هو ريبومدير، ومن جانب المملكة المغربية الملك الحسن الثاني. المعاهدة تنص في مادتها 7 على أنها تسوي نهائيا قضايا الحدود بين البلدين، وقد صادقت على المعاهدة مؤسسات البلدين ونشرت في الجريدة الرسمية لكلا البلدين، وهي الآن مودعة في هيئة الأمم. لذلك من المفروض مسألة الحدود بين البلدين لم تعد مطروحة، لكن للأسف نجد الكثير من الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي في الجارة الغربية في كل مرة يثيرون هذه المسألة عبر منصاتهم. والنقطة الثانية التي يجدر الإشارة إليها هي أن المؤسسات الرسمية للمخزن لا تتكلم عن مسألة الحدود، لكنها تطرق أبواقها للثرثرة حول الموضوع. والغريب أن الملك في خطاباته يتكلم عما يسميه اليد الممدودة للصلح مع الجزائر، في حين أبواقه لا تتوقف عن الادعاء بأن هناك أراضي مغربية تسيطر عليها الجزائر وينبغي استرجاعها. ونباح هؤلاء لا يتوقف عند مسألة الحدود، بل يتعدى إلى الإساءة لتاريخ الجزائر ولشهدائها وجيشها ومواقفها وغير ذلك من الأمور. وهنا نقول للملك قبل أن تمد يدك للجزائر كما تقول، عليك أولا أن تقطع ألسنة هؤلاء الذين يهاجمون الجزائر صباح مساء. والنقطة الثالثة التي أريد توضيحها قبل الشروع في الموضوع هي أنني حين أذكر ما ذكره المؤرخون من أن حدود الجزائر كانت تمتد إلى نهر ملوية، غرضي ليس أن نسعى لاسترداد ما يقع حاليا شرق هذا النهر من أراضي كانت تابعة للجزائر، فتغيير الحدود يتم غالبا إن لم يكن دائما عن طريق الحرب،
ومعاذ الله أن أكون من دعاة الحرب، فغرضي هو إظهار الحقيقة والرد على الدعايات الكاذبة لمرتزقة المخزن فيما يخص حدود الجزائر مع المملكة سواء في الشمال أو في الجنوب. بعد هذه النقاط التوضيحية ندخل الآن في صلب الموضوع. في كتابه تاريخ الجزائر في القديم والحديث يقول الشيخ مبارك الميلي: وقلما تجد وطنا ذا حدود عريقة في القدم مثل الوطن الجزائري. وبالفعل فإن وجود الوطن الجزائري ضارب في أعماق التاريخ، وكذلك حدود هذا الوطن، وخاصة حده الغربي الذي تمثل دائما في وادي ملوية. وهذا ليس مجرد كلام، بل هو حقيقة سجلها المؤرخون في كتبهم. فهذا سالوست، وهو مؤرخ روماني، يقول في كتابه حرب غرطة: غير بعيد عن نهر مولوشا الذي يفصل مملكة بوكوس عن مملكة يوغرطا. مولوشا هي التسمية اللاتينية لنهر ملوية، ومملكة يوغرطا هي نوميديا التي وحدها جده ماسينيسا سنة 202 قبل الميلاد، والتي قامت في شمال الجزائر الحالية. ومملكة بوكوس أو بوخوس هي موريتانيا التي قامت في شمال المملكة المغربية حاليا. فالحد الفاصل بين مملكة نوميديا ومملكة موريتانيا هو وادي ملوية. وكذلك الأمر قبل ذلك حين كانت نوميديا مقسمة إلى مملكتين، الماسيل والماسيسيل، حيث كان الحد الفاصل بين مملكة الماسيسيل ومملكة المور أو موريتانيا هو وادي ملوية كما يظهر على هذه الخريطة. وفي مكان آخر من نفس الكتاب نقل سالوست عن بوخوس ملك موريتانيا قوله لمبعوث روما: حاربوا كما شئتم يوغرطا، فلن أعبر نهر مولوشا الفاصل بيني وبين ميكيبسا، ولن أسمح ليوغرطا باجتيازه. ومعروف أن روما زينت لبخوس الغدر بسهره يوغرطا وتسليمه لها، فكان لها ذلك، فسيق يوغرطا إلى روما أسيرا أين عذب حتى الموت. وشتان بين يوغرطا ملك نوميديا الذي مات بطلا وبقيت ذكراه خالدة تلهم الأجيال قيم الكفاح والتضحية في سبيل كرامة وحرية الوطن، وبين بوخوس ملك موريتانيا الذي أصبح اسمه مرادفا للعمالة ويضرب به المثل في الغدر والخيانة. وفي هذا الكتاب نظرة للأرض كما كانت معروفة عند القدامى، المطبوع في لندن، وفي صفحة 44 من الكتاب نقرأ عن نوميديا: ومن جهة الغرب مولوشا الذي يفصلها عن موريتانيا. فقديما إذن كان الحد الفاصل بين مملكة نوميديا التي قامت على أرض الجزائر الحالية ومملكة موريتانيا التي قامت في المملكة المغربية الحالية هو نهر ملوية. وابتداء من القرن السابع للميلاد دخلت كل منطقة شمال إفريقيا تحت سيادة الخلافة الإسلامية التي كانت في دمشق ثم في بغداد، وأطلق العرب على المنطقة الواقعة بين برقة شرقا والمحيط الأطلسي غربا اسم المغرب لوقوعها غرب مركز الخلافة. ثم قسموا بلاد المغرب هذه إلى مغرب أدنى وأوسط وأقصى، فكان الحد الفاصل بين المغربين الأوسط والأقصى أيضا هو وادي ملوية. هذا ما ذكره ابن خلدون في أماكن كثيرة من كتابه العمر. ففي الصفحة 133 من الجزء السادس مثلا نقرأ: فأما المغرب الأقصى منه وهو ما بين وادي ملوية من جهة الشرق إلى آسفي حاضرة البحر المحيط. وفي نفس الصفحة نقرأ أيضا: وأما نهر ملوية آخر المغرب الأقصى إلى آخر الكلام، فالمغرب الأقصى ينتهي من جهة الشرق عند نهر ملوية، وهذا يعني أن المغرب الأوسط يبدأ من جهة الغرب من نهر ملوية. ونفس الكلام ذهب إليه الناصري، وهو مؤرخ مغربي، في كتابه الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى. فبعد أن أوضح أن مصطلح المغرب يطلق على الأرض الواقعة بين برقة والبحر المحيط، أي بين ليبيا اليوم والمحيط الأطلسي، وأن هذا المغرب يشتمل ثلاثة أقسام مثل ما ذكر ابن خلدون، قال:
وحد هذا الأقصى من جهة المغرب البحر المحيط، ومن جهة المشرق وادي ملوية مع جبال تازة. وإذا تجاوزنا مراحل الدول الكبرى التي مرت على بلاد المغرب الإسلامي، وأقصد دولة بني زيري ودولة المرابطين والموحدين، هذه الدول التي وحدت هذا المجال الذي شمل في بعض الفترات حتى الأندلس، وهي إرث مشترك لكل الشعوب المغاربية، قلت إذا تجاوزنا هذه الدول نجد أن حد ملوية يظهر جليا حين انقسمت دولة الموحدين وقامت على أنقاضها الدول الثلاث: الحفصية في المغرب الأدنى، والزيانية في المغرب الأوسط، والمرينية في المغرب الأقصى. فرغم أن الدولة الزيانية كانت دوما عرضة لحملات المرينيين وأطماعهم التوسعية، فإن الحد الفاصل بين الدولتين الزيانية والمرينية غالبا ما كان نهر ملوية. ففي هذا الكتاب مثلا تاريخ بني زيان ملوك تلمسان، وهو مقتطف من كتاب نظم الدرر والعقبان في بيان شرف بني زيان، يذكر المؤلف حين تكلم عن أبي تشفين الثاني الذي حكم مملكة بني زيان بين سنتي 1389 و 1393 أنه ملك من ملوية إلى جبل الزان، أي أن مملكته كانت بين وادي ملوية غربا وجبل الزان شرقا. وفي الجزء الثاني من كتابه وصف إفريقيا يذكر الحسن الوزان الفاسي الذي عاصر الفترة الأخيرة من العهد الزياني الذي سبق العهد العثماني في الجزائر، قلت يذكر أن مملكة تلمسان يحدها وادي زاء ونهر ملوية غربا. ونفس الشيء يذكره المؤرخ الإسباني مارمول كارباخال الذي عاش في شمال إفريقيا أكثر من 20 سنة وتوفي سنة 1600، إذ يقول في الجزء الثاني من كتابه إفريقيا أن مملكة تلمسان يحدها غربا مملكة فاس، ويفصل بينهما نهران، أحدهما يسمى زيز ويسمى الآخر ملوية. والخلاصة إخواني هي أن وادي ملوية هو الفاصل بين مملكة تلمسان ومملكة فاس، وهذا يعني أن وجدة وبني يزناسن وتوريرت وغيرها من المناطق الواقعة شرق نهر ملوية كانت كلها تابعة لمملكة تلمسان الزيانية كما يظهر من هذه الخريطة. فهذا وادي ملوية الذي يفصل مملكة تلمسان عن فاس المرينية، وهذه وجدة بني زناسن تورير تقع كلها داخل مملكة تلمسان الزيانية. فعن وجدة مثلا نجد حسن الوزان الفاسي في كتابه وصف إفريقيا بعد أن أشاد بعمران هذه المدينة وجمال حقولها وحدائقها يقول: لكنها أي وجدة نهبت ودمرت أثناء الحروب المتوالية بين ملوك فاس وملوك تلمسان، حيث كانت منحازة لهؤلاء أي لملوك تلمسان. وبعد أن وضعت الحرب أوزارها أخذت وجدة عمر بالسكان وشيدت فيها من جديد دور كثيرة، إلى أن يقول: وسكانها فقراء لأنهم يؤدون الخراج إلى ملك تلمسان وإلى الأعراب المجاورين لهم. وفي الجزء الثاني من كتابه تاريخ الجزائر العام طبعة 1965 يذكر عبد الرحمن الجلالي حدود الجزائر الزيانية، فيقول أنها تمتد غربا إلى مدينة توريرت التي هي اليوم داخل التراب المراكشي على بعد 136 كيلومتر غربي وجدة، ثم يقول: وبلغت حدودها الجنوبية الغربية إلى سجل ماسا تافيلت، والتي أصبحت أيضا ضمن مملكة مراكش. هذه هي الحدود التي ورثها الحكم العثماني بعد أن ضم مملكة تلمسان ووحد المغرب الأوسط الذي أصبح يحمل اسم الجزائر. فهل فعلا تراجعت حدود القطر الجزائري في هذا العهد أي العهد العثماني إلى وادي تفنى؟ وهل هناك فعلا معاهدة رسمية تنص على ذلك؟ وكيف أصبحت الحدود على ما هي عليه اليوم؟ هذا هو موضوع الحلقة المقبلة إن شاء الله. شكرا إخواني على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.